ضربة أولى في لعبة البلياردو لا يرن صوتها في إحدى صالات الأندية، بل في أحد شوارع البريقة غرب عدن، ولبطل توج في بطولة محلية نظمت شعبيا طالما لا يوجد اتحاد رسمي لهذه اللعبة العالمية. قمنا بترتيب دوري لعبة البلياردو اللي الحمد لله تشهد شعبية كبيرة جدا في محافظة عدن، ولكن للأسف يعني نلاحظ عدم الاهتمام بوجود اتحاد بهذه اللعبة من قبل السلطات في الدولة، وخصوصا الممثلة في وزارة الشباب والرياضة. اللعبة النخبوية التي ابتكرت في القرن الخامس عشر في أوروبا سليلة الصالات والقصور، تجد طاولاتها منتشرة في شوارع عدن كظاهرة مميزة لهذه المدينة، ويرى البعض أن انتشارها أحد تأثيرات الاستعمار البريطاني. التنس الأرضي والجولف أغلب الألعاب بدأت هنا في أيام الاستعمار البريطاني، أيام ما شركة بيبي كانت هنا، وكان يمارسها كثير من الشباب. وزي ما قلت لك بجهود ذاتي أبناء منطقة المناظر عملوا هذا الدوري، ويطمح هو إلى أنه يتمنى الاتحاد يكون فيه اتحاد يمني، اتحاد اللعبة هذه. نتمنى أن نفتح لنا صالة ونلعب بالبلياردو هذه للمحترفين، يكون دوري المحافظات، محافظات يعني اليمنية بشكل عام. منذ ساعات المساء الأولى وفي ليالي عدن المبهجة يتحلق حول هذه الطاولات لاعبون وجمهور من كل الفئات، وتبرز مواهب كثيرة تعوق مشاركتها الخارجية عدم انتظام اللعبة رسميا في الاتحاد الرياضي. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.